بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. بيقول لك ايه؟ تعرف فلان؟ اعرفه. طيب عشرته يا عم انت؟ بيقول لك لا ما عشرتوش، فخلاص يبقى ما تعرفوش. ده المثل المتعارف عليه اللي احنا بنقوله دايما لبعض، واللي بيوضح انه لا، الناس لازم يعشوا بعض ويعرفوا بعض، او يعني يعيشوا مع بعض عشان يعرفوا بعض صح. انما خدوا التحديث بقى بتاعه الجديد اللي احنا عايشين بيه في بيوتنا عادي خالص. تعرف فلان؟ لا الحقيقة معرفوش. الله، ده انت معاشره يا عم انت بقالك يجي 20 سنة. ما انا معاشره بس معرفوش. اي نعم، هو ده بقى. بيوت كتير قوي مقفولة على ناسها بالسنين، وناس معاشرين بعض بيأكلوا ويشربوا ويسافروا ويتكلموا ويتخانقوا، ويعني يعملوا كل حاجة في الدنيا مع بعض. إنما النتيجة بعد سنين طويلة من العشرة إنهم برضو ما يعرفوش بعض. أو خليني أكون دقيقة أكتر، يعني دقيقة في التعبير، هما عارفين بعض بس مش فاهمين بعض. والفهم هو نص المعرفة، إن ما كانش 3/4 يعني أو كلها. هو في حد ينفع يقول أنا بعرف إنجليزي من غير ما يفهمه؟ يعني أنا بعرف أقرأ إنجليزي على فكرة. لا، ده هيبقى عامل زي اللي بيعرف يستهجى ويلصم الحروف ببعضها وجنب بعضها وخلاص، إنما مش فاهم معنى الكلام. أهو في بقى جوازات كتير عاملة زي علاقة بعض الناس بالإنجليزي كده. ساعات يتهيأ لهم إن هم بيعرفوا إنجليزي وهم مش فاهمين نصه. في ستات كتير بيكلمونا متجوزين بقالهم يجي 35 سنة أكتر أو أقل يعني، وتقف عاجزة أمام فك شفرة التصرفات اللي بيعملها جوزها معاها بعد السنين دي كلها. في أزواج بيبقوا فاكرين إن هم لفين ستاتهم على صباعهم وحاطين في بطنهم بطيخة صيفي من ناحيتهم، ومطمنين تمام إن الست دي يعني إيه ما هتخرج من بيته لغاية الطرق، ويفاجئوا في يوم إن الست بتطلب الطلاق ومش عاوزة تكمل حياتها معاه. في خناقات بين الأزواج بتفضل تتكرر بنفس تفاصيلها وملابساتها، بنفس حتى مفردات الكلام. وكل مرة الخناقة تحصل زي ما هي ويتصالحوا من غير ما يحلوا سبب الخناقة، ولا يفهموا هما كانوا ليه يعني اتخانقوا أصلا، ولا ازاي يتصالحوا. عامل زي اللي ايه اللي بيدخل نفس الامتحان 10 مرات بنفس الأسئلة ويسقط فيه لأنه بيجاوب نفس الإجابة الغلط بتاعة كل مرة. الحياة مش لغز يعني، لا ما أقدرش أقول إن الحياة لغز وصعبة، لا هي مش لغز ولا حاجة، لكنها يعني هي مجموعة مفاهيم لو ما فهمناهاش مش هنعرف نعيش فيها صح. النهاردة احنا هنبدأ سلسلة حلقات جديدة عن العلاقة الزوجية. اللي من بره هلا هلا عند كل الناس، تشوف كل الناس من بره تلاقيها يعني سعيدة ولطيفة ومتصورين وعلى الفيسبوك والصور وبيضحكوا ومش عارف ايه والنهاردة رحنا فين وكده. انما يعني لما بيتقفل عليهم باب بتلاقي الباب ده مغطي على حاجات كتيرة قوي قوي قوي، يعني ممكن تبوظ الحياة. زي الحلة الحلوة كده اللي انا النهاردة عمال اقول تشبيهات غريبة، الحلة الشيك الفظيعة دي اللي الوان بينك وبتاع ومتغطية على اكل حامض، ممكن جدا يعني. احنا النهاردة هنحاول نفك شفرة هذه العلاقة، العلاقة الزوجية. انا النهاردة حطيت اسئلة على جروب الدين والحياة مع دعاء فاروق. يعني الاسئلة بتتكلم عن هل يعني ايه الصفة الصعبة اللي انتي يعني مش عارفة تفهميها، صفة موجودة في جوزك مش عارفة تفهميها، ايه الشفرة او الشيء اللي انت مش قادر تفهمه من مراتك. دي شفرات الحياة، الست دي فيها حاجة معينة مش عارفة اوصلها لها، اوصلها الراجل ده مش عارفة بيعمل ليه كده، مع ان انا مش عارفة ايه ده الصوابع العشرة شمع، مع ان انا مش عارفة ايه له ايه، مع ان هو بيقولي انت مش مقصرة، مع ان هو بيقولي لا انت عداكي لعيب والله كده بس العيب فيا. عايزة توصل الست، عايزة توصل للعيب اللي في الراجل ده، والراجل عايز يوصل للعيب اللي في الست دي. العيب ده له ايه؟ له باسورد، له شفرة، له حاجة عايزة تتفك عشان نعيش من غيره. صعبة دي ولا سهلة؟ هنشوف بقى.
بتشرفنا النهاردة لأول مرة في الدين والحياة دكتورة رضوى سعيد عبد العظيم، استشاري الطب النفسي ونائب رئيس قسم الصحة الجنسية بالجمعية العالمية للطب النفسي. حضراتكم تقدروا تتصلوا بيها وتسألوها أي سؤال، كمان تقدروا تجاوبوا على الأسئلة اللي أنا حطيتها على جروب الدين والحياة مع دعاء فاروق، ونقابلكم إن شاء الله بعد فاصل قصير.